حلو، تم تم تم. يا سعود يا سعود انا اقول لك طبق الحكم بال... صح ما يقدر يقول يلا والله اني ما اقولها، روح المحكمه روح. الحكم الثاني تتروش ملابسك حامد باشا، كأنك طباخ افريقي داش عندي، ايش تبي؟ اطلع برا البيت، طردوا طردوا. لا 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 رجاعا حامد باشا تري متى يطلع؟ اقول لك يطلع مع الموسم ويختبي مع الموسم يدور بجمسة ولا ترجع في مطعم كرم النال لا يتعافك معرض العطور يمشي ها والله كيف شكله ما شاء الله تبارك الله والله قاعد يسلم معي ساعة كاملة ما توقعت انه الداعم اللي جاء عندي قلت هذا وش يبي ذا ويا كلش وي مو داعم والله العظيم حتى وي وجه داعم وجه واحد على شيك بدل رصيد قلت له انا قال انا حامد باشا اللي دعمتك يا لوح قلت له ضميته والله المهم حكنا معك شوي الوقت الجد سامحني حامد باشا الحين بيكلم شكل عطهم حضر تروح يصج امي الحكم الثاني ملاحي دوش يا اخي اذا قاعد تكرر احكامك ما يصير والله ما يصير بعطيك حكم اوكي 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 القبضه خمس دقائق ما تحط ركبك نفس الحركات اللي انت كنت تسويها اول في برنامج الاول تدري تدري اني راح اقفل بثي صح ولا لا لا حكم حكم الملاحي اعرف لما اطبق انا اسكر بثي لان تدري اتعب اوكي صلعتك هذه انا بسوي لك حاجه اليوم جديده ابيك تحط معجون عليها كامل الصلعه هنا ابي هذا ابيض وتخليه جوله كامله خمس دقائق بس ايه ما بحتاج نو نو يس نو انا بقوم اجيب معجون اجيكم حق والله عيون اتخسي يا رم اسوي لك المعجون يلا تعال خليه يجي خسوي قبضه شوية وين الملعون ليش انت اللي طلعت مو انا والله ما طلعت بسوي القبضة خمس دقائق حلو؟ يلا جولة واحدة نلعب حكم ولا بدون حكم؟ لا حكم يا لوح ايش قلت جولة واحدة صح؟ اي جولة واحدة ما يعنفك البرنامج الا انا خشي لا اله الا الله يا اله الا الله والله زين حطوا لكم حقوق اي والله لا تسوي كذا خايفة علي حرف الان حبيبتي وين تخافين عليه وانا اخوث احد يخاف هذا لو احد يجيه جاته غرامه 3000 اوكي لا والله وش اللي تخافين عليه وانا اخوث عادي الحمد لله والشكر هذا لو احد يجيه
والله العظيم على طول اقول لك سبحان الله سبحان الله يخلق من الشبه واربع واربع لا اله الا الله نزل لا اله الا الله لا اله من لاحق يا ربي دخت عيال اقول زين عمرك زين ايه ايش فيك انت والله نفس الشبه من لاحق ملاحي حلو حلو الدبابات بالبرنامج بعد البث هذا بنشر غسيله كلها انا اي دباب موجود بالبرنامج بنشر غسيله يا حبيبي مشكلتك انت وياهم على الصدام تكفى خوفتاني نفذ زي الناس ارفع ركبك ارحب ابك اذا جيت قدامك ما تتكلم كلمه واحده هذا مستواك الحقيقي بو من له فتره على باله خليت اجازه خمس ايام بس سوى فيها سطوه علي ليه من انت ومن تكون شوف خطك الحقيقي خلنا نتقهوى شاهيه ما عليكم زود العالم اي والله رجع المستوى الطبيعي شكرا يو استغفر الله شوف الدبل شوف الدبل وبعينك على الدبل وبيك عمر تعيف الفوز فاهم ولا لا فاهم ولا لا ترك داس عركبك بس انا طيب طيب معك بالحيل طيب يا الضرب الدبل الدبل لا يا عيال هو قاعد يشرب ماء من طريق الهواء عادي نعذر هذا حاا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 ا
خلاص 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 انتهى، ما اسمع لك ولا نفس، انتهى. انت شاربين شيء يعني؟ واحد يقول لي اخلط هجل يعني اخلط، انا مسوي خطه مسوي فاطي انت كذا. من انت مسوي فاطي على الناس؟ تقول من انت تفطي؟ من انت تكون تفطي؟ اقعد 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 ولا كلمه، والله اقعد اقعد ولا كلمه، ولا اسمع لك التنمر والتحرش. تبوني اعصب؟ تبوني اعصب؟ حبيب روضة. ياس اوريس نعتز اليماني ام الامارات حبيب نوره. اي ادلف ادلف تعال حكمه حكم. ادلف 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 يا رب. الله الحمد لله على كل حال. هو تعبان ترى، ما يدري عن نفسه الاشياء اللي هو يسويها، ما يدري عن نفسه. الله يا ربي يشفيه، الله يا ربي يشفيه. الحمد لله على كل حال. انا صرت اعرف الله خلاص،
الله يا رب يشفي، ما يدري عن نفسه، يا رب يشفيه ان شاء الله يا رب، الله يقومه بالسلام يا رب. احزن عليه احزن عليه. والله العظيم والله الحمد لله على كل حال. الحمد لله. دقيقة، واللي على باله دقيقة. أوح مصر. هلا. ألو ألو، رقم مصر يدق علي بابا. والله ما حد يدخل بيني وبينه، الحمد لله الحمد لله يا ضبع. لا والله من محبتي له شوف حطها صارت عرض. اخوي ما يحتاج، انا اقول لكم انا عالجه، وبيني وبينه يعني ذكريات طويله، شوف حتى صورته حاطها عندي الحمد لله. ارحب سمع. أهلين. اسمع ابيك بخدمه. والله صورتك حاطها عندي خلفيه اخر شيء تنحاش مني. اسمع حكمي. طيب ها الحكم. طبق حكمي ولا قل كلمه واحده. انت ايش ابيك تقول؟ قل انا ما اقدر عليك 15 مره بس. والله تكفي، هذا مو وقت بثي، تعالي بالليل ترى انا اعلمك. لا هذا الحكم الأول، الحكم الثاني بعطيك حكم ثاني والله العظيم. ألو ألو، أهلين. أهلين سهلين، أرحب يا سعود، كيفك؟ تمام الحمد لله، دوم إن شاء الله. تلعب جو؟ مش عرفت هذا الشخص، مش عرفت الشخص هذا؟ يعني ضفته أول ما دخل البرنامج ولعبت معه كم جولة بعدها خلاص. ها هذا هو؟ من وين انت؟ من الرياض. وانت وش جابت في البرنامج هذا؟ لي سنة الحين في البرنامج ده. انا ما سألت كم لس، اقول ايش جابس؟ ايش جابني؟ عادي ابث استانس. قولي جابني اللي جابك، غبية ما تعلمين تردين. مع السلامة. لا إله إلا الله، استغفر الله استغفر الله. لا إله. إيش في العالم أنا صايرة؟ دقيقة. إيه. يقول هنا من اللي كسر بخاطرها؟ ما كسرت بخاطري حد انا يا اخي. لا تفوتكم السالفه اللي صارت معي، لا تفوتكم السالفه اللي صارت معي، والله ما اكذب عليكم، والله 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 والله. تخيل انا مضبط لي بايكه، اذا هو يشوف المقطع ولا ما يشوفه. تخيل واحد يسلم علي في صلاه العصر، وبحيانا وانا جاي من البقاله يسلم علي، اسلم عليه وكذا. هو هنا ساكن حولنا، في حاجه واحده تقهرني. تخيل جيت اركب موتري عينه ما تنزل مني. هذا اكيد كلكم تصير معكم. خل بعيد منك انت معروف، لا ما لها دخل معروف،
في ناس دي يجون دائما جيرانكم يجي ملقوف كل يناظر فيك معك أهلك بدون أهلك سبحان الله هو معاين فيك ومعاين فيك حلو. المهم وانزل بأغراضي وبدخل أنا البيت. أول ما جيت بدخل البيت إلا هو يقول كذا قلت له طق هوا قال لا الله يعطيك العافية يسلم علي ورحبه وعزمه للقهوة ابن الذين ابن الذين أب... دقيقة جاء عندنا ضيف هذا عاد رسمي. أهلين. أهلا وسهلا. أخبارك؟ مساك الله بالخير. والله تمام يا هلا والله كأنك من ذول اللي حققوا. وش أخبارك طال عمرك يا حبيبي؟ خير جاك بخير يا بعد. أنا شفتك والله موجود قلت بسلم عليك وعايد عليك وأقول لك كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وأنت بخير يا مرحبا. وترى لما نفتح التيك توك وما أشوفك بث حتى لو ما لعبت معك يا أخوي بس أحس ناقص. التيك توك بدون سعود التيك توك بدون سعود نقص. يا جعل أبوك الجنة. وش أخبارك أنت؟ تمام الحمد لله. تعال جولة طيب. خمس دقائق بسولف معك. وينك؟ مداومين؟ يعني مداومين. يا أخي أنت شكلك يا أخي مرتب. دقيقة ريحة كافي. كافي خلصت ريحة عطر. واضح واضح. الله عليك يا الإعلان اللي غير مباشر يا قليل الأدب. لا هذا عطر ويست من عطور إيهاب الجاسر رابطه موجود في البايو عموما عطر جميل يعني. جميل. أيوة. أفلحت بها يا قليل الأدب ليتني والله. الدنيا فرص يا صاحبي. مبروك يا حبيبي قلبك خير. وينك مختبي؟ وين رحت العيد؟ والله موجود مع الوالدة كنت كذا والأهل ويعني. لا في العيد صدق انا في العيد ما نبي يعني انت مثلي انت مثلي ولا انا حالي انا في العيد ما اقدر ابد لو لا صح اتوقع صح ما اقدر عرفت طريق اللي ماخذني اجازه العسكر اللي توم خلصين الحج وكذا والسرايا فاضيه هذا كذا والله ترى يا سعود صحيح والله ترى صحيح يعني يا اخي عيد الناس يعني ينبسطون وحياه وكذا وحولهم لا حق يا اخي عيد يا اخي تروح وتجي ما قعد شوف انا ما انا بحب انقد ولا احب اقيم الناس واقول صح ولا خطا بس الصدق يوم العيد كذا قاعد اقلب الصباح اللي رايح جاي من المسجد هلا حبيبي وانت بخير يا حبيبي وفاتح التيك توك ناس والله فاتحين بث وقاعد بدلته وقاعد كذا يعني صليت العيد زين على الاقل يعني انا ما اعرف يا عيال لو تنطون تقعد ما اعرف لو تنطون انا بالنسبه لي احس بغلقه كاني ودي ابكي حتى لو ماني رايح لحد ما عاد بث ما بث العيد لا يعني صدق يعني خليك مع اهلك وربعك وجماعتك وكذا وبعد العيد الامور ابوي انا شفت رجلهم من هو حشمنا عندنا محشوم ما نينا نانا نانا في يوم العيد قلت انا انا لله هنا والبنات فكين شعورهم انانا صدق السعود الحين اذا سمعت ذا الشيلات وانت رايح جاي اكيد ما تتهيض ما تحس انك في جوله هاي ترش جوها ترى انا جوي ملعون والدين ليش ملعون والدين شطرة اخوي ملاحي حاطها انا في جوالي استغفر الله يا ويلي اسمع اسمع هلا هلا ابو عمر كل عام وانت بخير يا حبيبي هذه جوها العيد وانت رايح شوفها دقيقة الله وليل هي الدركسان ايه نازل مع العقبة لا 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 بيوك ولا كابرس قديم لا كادلك والله شعرك لا إذا طق إشارة تشاك 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 صوت وإذا شفت عيون القطط رخ 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 عيون القطط ولا جيت عشي طق 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 الجلنط العيد هذه الاغاني طال مداح محمد عبد شيلات العيد فرحه
شو راح هذه؟ لا 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 هذه حقت عاد لا اسمي طال مداح العيد فرحة صح طال مداح صح لا فرحة لا مو طال مداح حقت فيها منطقة طلي مبروك مبروك يا حبيب قلبي مبروك الفرح قبل العيد هذه اسمعها وبعد العيد يا أخي سعود لازم أسوي لك أغنية يا شيخ أنا بسوي والله والله بسوي لك بس بسوي أغنية من عنت أم أنا بسوي لك شيلة طلعت لي نعم بيسها شغلت أخسر وفي طلع عمر شيلات ما أدري شعاد قصتي أنا مع أغاني بضبطك بسوي لك شيلة تبي شيلة ولا أسوي لك أغنية يا شيخ ذاك هلا هلا ها اضبط الصوت عندك باللايف ليه وش فيه صوت مو واضح واضح الحين لا في صدى وش الصدى هذا افتح بس افتح بس قل له الصدى عندك افتح لايف بس اسمع قلبك عندك صدى يلا يلا الحين زينت ها زان سوى كذا ها شوف الو واضح زان اي والله زان الحين يا يا هبي مكذابك يا كاذبة هبي مكذابك يا كاذبة هو بيكلمني عارف حركاته هو ها مدير اعمالك عبد الله الزميلي طال عمرك لا والله يا ولد على الحرام تقول كنا سكرا يدق عليه خليته يقول يا اخي الله يجزاك خير يا اخي والله اني احبك قلت انا نال الله هنا قلت هذه فقده يا مسلم خلني ارقد انا تعبان قال لا والله اني احبك يا اخي اذا ما بثيت انا ما ارتاح يلعن ابليسك انا حبيبتك ابن الذين ارقد لا يا اخي شو تسوي المحبه من الله يا سعود والله الناس تحبك يا سعود والله العظيم يا سعود الناس تحبك طيب يا اخوي الليل الساعه 2 انا نايم الليل يعني وجعلنا الليله سباتها سباتها والنهار معاشه خلني ارقد يا ابن حلال لا احبك والله وجايتني واحده عاد قالت لي مقطع عاد في الترند بعد واحده استغفر الله اذا تزوجوني احط اعطيك الخاتم يا قليله الادب يا يا الرخيصه مع واحد نظام مع واحد اني ليته بعد يفتح النفس واحد اني ادب على البلاء ذابحه الجوع وعادي بعد قلت عرس علي خاتم داعسين مسوين شوف نبغى نطلع إشاعة سعود عليك أحد يدري أحد يدري نطلع إشاعة يلي وراي يتروجون الإشاعات شوف هو في عالم السياسة إذا بغوا يطبقون بعض القرارات يطلعون إشاعة ويشوفون الناس كيف مدى تقبلها للإشاعة فإحنا نطلع إشاعة أنه أنت خاطب أيوة من بكرة أنت ألبس دبلة كذا عبط أيوة وخلي الناس تتكلم سعود وسعود وسعود الملك سعود الملك سعود الملك طبعا الموجودين في البث عندي وعند سعود أحد يتكلم بليز لا ما عليك ثقة 11 ألف وضوي ثقة مرة أهجد وكذا وإذا كل ما عارف أنت قد تسوي كذا ها بس انا خوفي من وشو تشتغل في السحر ام عباس من عقب انا طايح من تبع رندا اسحريه 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 والله والله شوف خلينا نجرب السعود شوف شوف اسمعني اول شيء تروح تسويه شو تسوي ابيك تروح ابي انت تروح عند كنزايت اشوفك دايم ايه حق مجوهرات إيه؟ روح كذا وصور دبل صورها بس تصوير ذهب ايه ولا تتكلم لا تعلق بس صورها وكذا وحطها بس امي بعدين في السناب خاصه تقول لنا احنا الوالدين اعرس من سيارة ولا لعبوا عليها النسوان انت حالك بعلم امي انه مقلب اي بالضبط بعدين قل حق السلطان المسعري قل لها ابي واحده بس كم يوم برجعها لك اول واحد نكذب عليه هذا خلينا نجرب السلام عليكم وعليكم السلام اخباركم طيبين هذا يبث من القناه الاولى القديمه عرفت يا مرحبا بالقناه الاولى الاريا انت خابر يوشوش ثمان اخباركم طيبين عبد الله تمام يعليكم كل عام وانتم بخير عبد الله وانت بخير بارك لسعود
يا علو الف مبروك. ليش عود؟ انا خطر ملك خطر. ما دريت ملك. يا علو الف مبروك، يا علو يا علو الف مبروك، يا علو الف مبروك. والله الزواج ما هو بعيب، اهم شيء العرس. متى عرسك؟ بس ان شاء الله قريب، ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله انه قريب. وش تبي؟ وش ناقصك بس؟ علمني وش ناقصك سعود؟ ناقصك عبد الله. انت قاعد تبث داخل سونا. ها سونا وش وحدة الضباب؟ الضباب والله يهدي لا جاي ياكل ياكل الجوال. انا اعلمك الضباب يا ولد عايد انا سعود. ها مبلغ مناسبة العيد وانكسر جوالي يا غميضته. الحين اقول لك معرف ادور من وراك. ها وأجيب العنية الحين عبد الله. أروح أشتري لك. أنا اللي خاطبها أنت ولا هي ذيك؟ أنا خاطبني يشتري جوال لمرته. أنت إيش جابك؟ ترى زميلي غلط. واحد كاتب يقول لي بث على حاسبة. تقول العيدية عطني سعودي بني رجع له. لا والله عبد الله بارك لسعود والله يتمم له على خير إن شاء الله. اللهم آمين اللهم آمين. اللهم امين اللهم والله يسعدهم يا رب. طبعا تكفى عبد الله في واحده اتوقع في بيسي اعلاميه كبيره، يعني ترى واحده محتشمه ما واحده باكه شعر بنات، هذه واحده اعلاميه يعني حتى لو طلعت معها بالجوال هي اعلاميه اصلا. بالضبط تمام. يعني ما لها دخل انك انت عبد الله ترفض انك تدخل مع مثلا بنات فاكين شعورهم تقعد حاطه رميل حاطه كحل، لا هذه واحده مره يعني في قناه قويه. سعود احنا قلنا قناه بس بالبرنامج هنا انا ما يا أتنى. اخوي الله يجعل ابوك في الجنه. الحين القناه مو مثل الحين لو دخلت انا معها مثلا هي داق الحساب نفس التلفزيون. انت ما تكلمت معها مثلا انا معجب فيك، هذه صدق اقول لك لا والله طحت معي. اي صحيح. بس هذه واحده تكلمت معها باحترام كان احنا في التلفزيون وهذا عملها يعني عملها. اي وش بعد البرنامج سعود؟ بس عملها بالتيك توك. انا ما العب معها. وش العمل اللي بالتيك توك؟ هجل عمل سحر. لا كلها البرنامج انا ما العب معها. طيب وش التلفزيون؟ انت تطلع معها بالتلفزيون وهنا ما تطلع معها؟ لا التلفزيون غير، قنوات غير، قنوات يعني مجبر انك تطلع قناه يعني هناك مسلمه هنا غير مسلمه. اشرط على صاحب القناه اني يعني يكون الكرسي بعيد يكون رجال. طيب هنا ولا انا لازقه فيك هي صوره هي بعيد منك بس مين محرم لي؟ مين محرم لي؟ طب الان فرضا طلبتك الان لجين عمران انك تطلع معها في لقاء. صديق لا هو ما يفهم كذا. صديق هذا صديق يجي هذا نظر هذا نظر شوف صديق انا كلام هذا شوف صديق هذا يجي هذا جوال هذا هو مثلا ممكن 1000 كيلو انت حايل هو ممكن جنوب هو بعيد انت كيف انت يجي هذا ما يجي هو يجي انت كلام محترم هو كلام كذا كلام وقف صديقي ما بي انا قرقر انا مخطوبه معلوم اوكي يكيري يا يلاك يا اي سعود شو اخبارك؟ الحمد لله انك وافقت بس الان لا الان رد. ما ارضى يا سعود خلنا احكي معك بسولف معك بحلو بطلع انا وين تروح؟ يا جماعة الخير كلكم ادعوا لسعود. سعود الايام هذه تعب شوي الحمد لله اشوى انه رجع التكتك الان قول للناس اللي عندك قول باركول